السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، كل عام وحضراتكم بخير في الفصل الدراسي الأول 2024. النهاردة احنا مع كتاب المعاصر وحدتنا التانية اللي هي It's My Favorite Subject، إنها مادتي المفضلة. قبل ما نبدأ مع بعض يا ريت تدعمنا بلايك، لان طبعا انت لما بتعمل لايك على الفيديو ده بيبقى الفيديو طبعا بتوضح لنا اللايكات ان انت محتاج ان احنا نكمل لك كتاب المعاصر، فاحنا بنكمل لك في كده، فاللايك بتاعك ده دعم لينا وبيبين ان انت محتاج ان احنا نكمل مع بعض في كتاب المعاصر او حل كتاب المعاصر، فاحنا بنستمر. او طبعا لو انتوا مش محتاجينه احنا بنشوف كتاب تاني غيره او بنشوف حاجة تانية بنشتغل منها. يلا كده نبتدي مع بعض. بدايتنا طبعا من 71 اللي هي 71، بيقول لي I never walk to school because it's far away. never دي سنة أولى خدناها معناها أبدا، و because دي معناها لأن. عمري أبدا بمشي المدرسة لأنها far away. يعني إيه far away بقى؟ far away يعني بعيدا، بعيدة. دي synonym of far away. شرحنا احنا كلمة synonym دي، قلنا معناها مرادف اللي هي معنى أه معنى far away، يعني عايزين كلمة ثانية تساوي far away. إذ يا ترى كلمة usual، طب usual معناها إيه؟ usual معناها عادي، ولا late اللي هي معناها متأخر، ولا near قريب، ولا remote بعيد. طبعا وضحت خلاص كده ترجمناهم remote. you can make an adverb، وadverb اللي هو الظرف اللي هو غالبا بنضيف اللي هو للفعل. from the adjective final by adding final يعني أخير أو نهائي، نضيف لها ly ولا AL ولا FUL ولا NESS. طبعا finally اللي هي معناها أخيرا. the antonym of the word before، antonym دي اللي هي مضاد أو عكس كلمة before اللي هي معناها قبل. عكس قبل إيه؟ next التالي، after بعد، above فوق under تحت. طبعا after before عكسها after. we add the prefix الباداء to get the opposite of usual، عكس كلمة usual. usual يعني عادي أو معتاد، عكسها إيه؟ disunim طبعا عكس usual. unusual اللي هي غير عادي أو غير معتاد. the word usual and the word have the same meaning، نفس المعنى. كلمة usual وإيه؟ عايزين كلمة تانية معناها عادي. different مختلف، interesting شيق، boring ممل، typical اللي هي نموذجي أو نمطي، يبقى كلمة usual زيها زي كلمة typical. ننتقل بقى لبيج كام 74. there are 10 English lessons in the not a week، في 10 دروس English فين؟ في الماب خريطة، diary مفكرة يومية، time table جدول، play الملعب أو المسرحية أو يلعب سوري، طبعا في time table اللي هو جدول الحصص أو المواعيد. we know it's time for the next lesson، ميعاد الحصة التالية. when we hear the school ringing، لما نسمع ابن رين بول الكرة، بن السلة، بيل الجرس، ميل الايميل. طبعا لما بنسمع البيل اللي هو الايه؟ الجرس. 75 بيقول لي you can know everything، انت ممكن تعرف كل حاجة. about countries عن البلاد، و seas والبحار، و rivers الانهار. in not class حصة بقى اللي فيها بحار وانهار وبلاد. math الرياضة، art الرسم، social studies الدراسات، english طبعا في social studies. it always takes a long time because the not are busy، بناخد وقت طويل لان النقط بتبقى زحمة. lessons الدروس، subjects المواد، roads الطرق، hobbies الهوايات. طبعا بناخد long time because the not يبقى roads الطرق بتبقى زحمة. social studies الدراسات and science والعلوم are school. objects أشياء، subjects مواد، teams فرق، groups مجموعات. لا طبعا دي school subjects يعني مواد دراسية. بعد كده بيقول لي is the subject of how to learn numbers، ازاي نتعلم الأرقام. drama math Arabic English، مادة بنتعلم فيها الأرقام يبقى دي مادة الماث اللي هي مادة الايه؟ الرياضة. on a not weekend I visit my grandmother، بزور جدتي. physical بدني أو لياقة بدنية. musical موسيقى، typical نموذجي. national اللي هو قومي، طبعا typical weekend. at break في الفسحة I play games with my friends in the، بنلعب في الباثروم حمام، playground الملعب، laboratory المعمل، classroom الفصل. طبعا play with my friends in the playground، playground اللي هو الايه؟
الملعب. بعد كده we have 7 on the school day، اليوم في 7 trips رحلات، breaks فسح، tapes أشرطة، lessons دروس، طبعا في 7 دروس. In an art class we learn about acting، بنتعلم التمثيل، math رياضة، drama Arabic religion، طبعا التمثيل بيبقى في الدراما، مادة الفن المسرحي. What do they speak in Korea؟ بيتكلموا ايه في كوريا؟ Subject المادة اللي بيتكلموها، Lesson الدرس اللي بيتكلموه، Languages اللغة اللي بيتكلموها، Studies يدرس طبعا language اللغة اللي بيتكلموها. 12 is the time at school، وقت في المدرسة، when you don't have lessons لما يكونش عندك دروس، learning التعلم، break الفسحة، study يدرس، drama فن مسرحي يبقى طبعا ده وقت البريك. is a large room غرفة كبيرة، where people can meet together الناس بتتقابل مع بعض، hall حجرة الدراسة، wall الحائط، hall ثقب أو فتحة، playground الملعب، لا طبعا الهول حجرة الدراسة. Mona was late، منى متأخرة، she had to go to school a taxi. خلي بالك بقى لو تاكسي بس كده مفيش قدامها حرف الايه ده تقول باي تاكسي، لان احنا قلنا كل وسائل المواصلات بتاخد باي، باي كار، باي تاكسي، باي بلين، باي ترين. طيب قلنا لو جه فاصل زي ده اللي هو او ان او ذا او صفات الملكية زير، قلنا بقى الحاجات الخاصة بتاخد ان، يعني اقول ان كار، ان تاكسي اللي هو الحركة فيها صعبة، انما البلين والترين والباص ياخدوا اون، يبقى طبعا هنا التاكسي هياخد باي، لا مش تنفع اون ولا اون، ات ان طبعا هياخد ان، يبقى ان تاكسي. when I home I have my lunch، لما بصل المنزل بتغدى، when I take home give home have home get home، يصل المنزل معروفة اسمها get. بعد كده بيقول لي my uncle me to school yesterday، للمدرسة بالأمس، made me gave me drove me went me طبعا يأخذني إلى ويا بالسيارة اسمها drive me، الماضي منها drove يبقى drove me. بعد كده بقى عندي page 80 على المضارع البسيط، which lesson after home economics on Sunday، ايه الدرس اللي بعد الاقتصاد المنزلي يوم الايه الاحد، will دي معناها سوف، تمام لازم يكون معاها مصدر وجملة ما فيهاش مصدر، هنا has يملك، does يفعل، is يكون، هو انا عايز اقول ايه الدرس اللي هيكون بعد الاقتصاد، يبقى is after يكون بعد. she her breakfast with her family، هي الفطار مع العائلة، usually has عادة تتناول، has usually ما ينفعش has تيجي قبل usually، يجي قبل usually am أو is أو are بس ظروف التكرار، has often برضو التركيب بتاعها غلط، often have طب have تيجي ازاي مع شيء مش هينفع، ما تبقاليش إلا مين usually has. we go to the beach in winter it's too cold to swim، صعب جدا لدرجة محدش ينفع يعوم خالص، يبقى الشاطئ في الشتاء never عمرنا أبدا ما بنروح، always دايما، يوجوال عادة، sometimes أحيانا، لا طبعا never. يارا never video games، طب بالراحة كده never دي من علامات المضارع البسيط، يارا مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى أنا هنا محتاج فعل في ايه؟ في s. watches watching is watching watch، طبعا الفعل في s هنا watches. they to the supermarket on weekends في الأجازات، they usually goes، طب ثواني انت ازاي جمع؟ ازاي في اسم مع الجمع؟ يبقى ده مستبعد، goes ده مستبعد. تعال بقى نشوف الاختيار الثالث، go never ولا never go، احنا قلنا ظروف التكرار always sometimes بيجوا بس انا اقولها قبل الفعل، يبقى المفروض اقول never go مش go never. how do you get up at 6:30؟ قال لي always، تمام يبقى ده لحد هنا كده سؤال ودي الاجابه، الاجابه كلمه دايما، طب احنا قلنا لما نجاوب بكلمه دايما او عاده كلهم بقى او often او sometimes او once بنسال بمين اللي هي كم عدد المرات اسمها how ايه، حد فاكرها؟ how many كم العدد ولا how long ولا how much ولا how often؟ طبعا بنسال ب how often اللي هي معناها كم عدد المرات، الباقيين كلهم ليهم معنى، يعني how much دي كم الكمية أو كم الثمن، how long دي كم طول المدة، how many كم العدد، بس هو هنا عايز كم عدد المرات تحديدا. my father usually the newspaper in the evening، طب ما usually من علامات المضارع، أشوف هنا الأب مفرد يبقى عايزين في S بكل بساطة، هنا read ما فيش S، reading ده فيه ING، to المصدر لا يبقى reads اللي هو فيه S.
How often he eat lunch at a restaurant. How often عادي قلنا مضارع بسيط. اللي هي مفرد ولا جمع؟ مفرد. تمام، احنا مع المفرد بنستخدم do ولا does؟ بنستخدم طبعا does. حد هنا يسألني يقول استنى مستر، طيب ما نختار is، ما في حاجة اسمها is he؟ اقول لك تعالى صح، ينفع اقول is he، بس is ما ينفعش يجي وراها مصدر، ما ينفعش is تيجي مع المصدر ابدا، والكلام ده برضو مع where ما ينفعش. تمام، يبقى ما ينفعش اقول is he eat، ينفع اقول is he eating، بس ما ينفعش ابدا is يجي معاها مصدر. وده طبعا مع الجمع. هلا goes to school early، مش عارفين بتروح ولا لا. She never comes late، عمرها ما جت متأخر. يبقى هي never عمرها ما راحت بدري، ولا ever من قبل، ولا always دائما، ولا sometimes أحيانا. لا طبعا always. أشرف always travels on a train، بيسافر في القطار. This means he travels by plane، بيسافر بالطيارة. Always دائما، never عمره أبدا، sometimes أحيانا، often غالبا، دائما بيسافر بالقطار، يبقى شكله كده مش بيحب الطيارة خالص، يبقى never، لأن عكس كلمة always never. تعال نشوف بقى correct، تصحيح الخطأ. I play always the drums، متهيألي خدتوا بالكم من الإجابة. ينفع play تيجي قبل always؟ لا، لأن ظروف التكرار تيجي في الأول وبعدها الفعل. طب أخليه plays ولا play بس؟ تعال نشوف الفعل. I بيعامل معاملة الجمع، يبقى الفعل زي ما هو. تمام. How much do you play sports week sometimes؟ ما احنا لسه قايلين اهو فوق هنا اهو في الجملة رقم 6 دي، قلنا ان always و usually والجماعة دول كلهم بنسأل عليهم بمين؟ How often، اللي هي معناها كم عدد المرات. بعد كده عندي 81، 81. Dina sometimes go swimming. طب مدينة مفرد. طب واحنا مع المفرد بنعمل ايه؟ بنضيف اس او اس، جو عشان اخره اون ضيف له اس. وي بوث، احنا الاثنين، جيت اب ان هاف باست 6، مش ده وقت او ساعه، الساعه بتاخد ايه؟ بتاخد ات. ساره ان منى اولويز ار هابي، يا مستر ما اولويز جت في الاول اهي، ما احنا قلنا لو كان في فيرب تو بي. لا، فيرب تو بي هو اللي يجي في الاول، ادي الار في الاول وبعد كده اولويز. They never walks to school. طب فين الخطأ هنا؟ إزاي جمع ولا مفرد؟ جمع، يبقى الفعل يكون ماله بدون أي إضافة، يبقى walk بس. How often do you get up at 5؟ طب أنا عندي أي جملة فيها do أو does أو did، لازم الفعل يكون فين؟ في المصدر، يبقى get. We always go to school on Fridays، يوم الجمعة. يوم الجمعة إزاي نروح دايما؟ يبقى المفروض عكس كلمة always اللي هي كلمة مين؟ never. He always have breakfast at 7، اللي هي مفرد، المفرد ما بياخدش have، بياخد مين؟ بياخد has. No I ever do my work after breakfast، انا عمري ما عملت الواجب بعد الفطار، يبقى انا عايز اقول ابدا، يبقى I never، never يعني ابدا ما عملته بعد الفطار. بعد كده عندي هنا طبعا 82، تمرين بعد الدرس الاول والتاني، dialogue المحادثة. تعال نشوف كده، بيقول لي مازن is talking to أحمد about school، بيكلموا عن المدرسة. مازن بيقول له هاي أحمد، how are you، كيف حالك. أنا لما حد بيقول لي how are you سنقوله بقول له إيه؟ بقول له I am fine، مش لازم I am fine، I'm good. عايز أقول thanks ماشي، مش عايز، مخنوق منه خلاص. سأله سؤال تاني، قال له my favorite day of the week is Monday، أكتر يوم بحبه يوم الاثنين، يبقى ما هو يومك المفضل؟ ما وماذا يعني what، وادي فعل مساعد اهو is، يبقى what is، و my طبعا بتحول ل your، يبقى what's your favorite day، ما هو ايه يومك المفضل of the week. قال له not، قال له because I have art and be، لان عندنا فيه رسم والعاب، كله بيحب الرسم والعاب. دايما لما بلاقي كلمة because دي معناها لان، يبقى انا بقول لماذا، لماذا اللي هي كلمة مين، اللي هي كلمة why. What's your favorite subject؟ ايه هي مادتك المفضلة؟ نستنى نقرا، ممكن يكون اتكلموا عن حاجة. قال له where do you have science at school؟ بتاخدوا العلوم فين؟ يبقى هنا my favorite subject مين بقى مادتي المفضلة؟ It's science، العلوم. طب بتاخدها فين؟ اكيد بناخدها في المعمل اللي هو in the lab او in the laboratory، فين؟ في المعمل. دي اول سؤال معانا. بعد كده عندي comprehension، قطعة جميلة، يلا نقراها مع بعض. البطل اسمه عثمانو، lives in Rwanda، عثمانو ده عايش فين؟ في رواندا. This is a typical day for him، ده يوم نموذجي ونمطي، حاجات بيعملها كل يوم. On school، في المدرسة.
او اون سكول دايز ايام المدرسه عثمانو اولويز جيتس اب ات هاف باست 6 بيقوم 6:30 هي يوزوالي هاز بريكفاست بيفطر ويز هيز فاملي هيز سكول از فار اواي مدرسته بعيده سو هي تيكس ذا سكول باس ات 5 تو 7 هي اللي هو طبعا بياخد السكول يبقى عثمان وهي تعود على عثمان عشان يسالنا يقول لي تعود على مين بياخد الاتوبيس ات 5 تو 7 تمام 7 الا 5 He arrives at school at quarter past 7 بيوصل 7:15 The school bell rings الجرس بيرن at 8 o'clock الساعة 8 and the pupils go to school hall بيدخلوا حجرة الدراسة عثمان has 4 lessons بياخد 4 حصص before the break قبل الفسحة At break he talks to his friends بيتكلم مع أصدقائه and plays in the playground وبيلعب في الملعب He has more lessons after break عنده حصص تاني بعد البريك He has lunch at 12:30 بيتغدى 12:30 The school day finishes at 3 اليوم بيخلص الساعة 3 He arrives home at 3:30 بيرجع المنزل 3:30 The underlined pronoun في ناس كتيرة مش فاهمة يعني ايه دي طيب تعالى pronoun يعني ضمير و underline يعني أسفله خط يعني الضمير اللي تحتيه خط refers اللي هو هي refers دي يعني يشير إلى بيشير لمين بقى لعثمانه لعادل لعثمانس فريند لسامي هو البطل وقال لي هو بيذهب طبعا عثمان تاني سؤال عثمانس always gets up دايما بيقوم hard بصعوبة quickly بسرعة late متأخر early بدري طبعا gets up early يعني يستيقظ مبكرا The underlined word break has the same meaning as same meaning يعني نفس المعنى same meaning دي معناها نفس المعنى break اللي هي الفسحة والراحة work العمل rest الراحة fun المتعة lunch الغداء طبعا يقول لك خد break يعني خد rest بعد كده السؤال 4 سؤال مشهور هتشوفه كتير قوي السنة دي سنة أولى give suitable title for the passage suitable title يعني عنوان مناسب عايزين عنوان مناسب للقطعة القطعة كلها بتتكلم عن مين عن عثمان طب ترجع تجيبه ازاي العنوان هتلاقيه في اول سطر هو عثمان عايش فين تيبيكال دي يبقى ممكن نقول عثمان تيبيكال دي يعني اليوم المقرر او النموذجي لعثمان Do you think عثمان feel tired after the school day هل بيبقى تعبان بعد اليوم الدراسي من وجهة نظرك هو بيرجع الساعة 3 فممكن أقول I think so أنا أعتقد ذلك أو ممكن أقول yes I think so ممكن أقول no I don't think so Why does عثمان take the bus to school ليه بياخد الأتوبيس للمدرسة لأن المدرسة بعيدة يبقى because his school المدرسة مالها is far away وfar away يعني إيه يعني بعيدة ده بالنسبة لسؤال القطعة تعال نشوف بقى الاختيارات I sometimes go to the library break كلمة break اللي هي في الفسحة دي ليها حرف جر بتاعها نقول ايه for break ولا on break ولا at ولا in طبعا at break What's there between your school and my school مدرستك ومدرستي What's there different مختلف difference الاختلاف typical نموذجي physical بدني يبقى what's the difference ما هو الاختلاف What does school start at 8 a.m. الساعة 8 What sport ما الرياضة What time ما الوقت What class ما الفصل What lesson ما الدرس يبقى طبعا What time does school start Arabic is the main of Arab countries الدول العربية Subject هو المادة Sport الرياضة Language اللغة Hobby هواية يبقى العربي هو المين ايه هو المين بتاع الدول العربية يبقى المين Language اللغة الأساسية The subject for learning about cooking المادة اللي فيها cooking بنطهي and skills for the home is called ومهارات المنزل Home economics اقتصاد منزلي Science علوم دراما Computer studies دراسات اجتماعية طبعا الاقتصاد المنزلي هي اللي بيتعلم فيها ازاي نعمل حاجات كتيرة في الأكل Is the subject for learning about what people believe in believe يعني يعتقد مادة فيها معتقدات الناس Science العلوم Math الرياضة Art الرسم Religion الدين طبعا ده Religion اللي هي مادة التربية الدينية A plane fast That's why I like flying عشان كده أنا بحب الطيران A plane
always is ما ينفعش، always تيجي قبل is. is always دائما دي تنفع. never is عمرها ابدا ما كانت سريعه، واز نيفر طبعا اصلا مبدئيا ما ينفعش اقول على الطياره نيفر لان الطياره اصلا سريعه، يبقى ما فيش غير is always دائما سريعه. do you get up early on holidays؟ قال لي never. اللي احنا قلنا لما بنجاوب بنيفر واولويز ويوجوالي sometimes بنسال بمين؟ what time ما الوقت اللي بتقوم فيه ابدا، when متى تستيقظ ابدا، how often كم مره، how old كم العمر طبعا how often كم مره. بعد كده عندي بيقول لي do you often your friends on Fridays؟ yes I do. يبقى do you often visits visit to visit visiting. انا عندي do بيجي معاها المصدر يبقى do you often visit، لازم do does لازم مصدر. yesterday was our end day for me، it was the same as every day نفس كل يوم، يبقى ugly typical free for the different. طالما الحاجة بتحصل هي هي يبقى typical مكرر نفس الحاجة copy paste. مستر عادل is never helpful، عمره ما كان متعاون، so we like him عشان كده احنا بنحبه. طبعا حبه never ازاي، يبقى المفروض ان انا اقول ايه always دائما. what time does you get up؟ does you لا اليو جامع، يبقى المفروض do you. انجي and امال has mass on Sunday، عندهم انجي وامال جامع، يبقى المفروض نقول have. he does usually exercise on Friday، ما احنا قلنا بقى ظروف التكرار بتيجي في الاول usually وبعد كده usually ايه، اقول هنا بقى ايه usually does، هو عادة بيتمرن يوم الايه الجمعة. بعد كده انا بقول اكتب عن your favorite subject مادتك المفضلة قدام الجو في نهاية الكتاب. ده طبعا اول جزء خاص بي lesson 1 and 2. دلوقتي طبعا السنة اولى عندي 86 الدرس الثالث والرابع زي ما احنا شغالين في كتاب المعاصر. climbing mountains تسلق الجبال is a dangerous sport، وكلمة dangerous اللي هي معناها خطير، وسبورت يعني رياضة. the word dangerous كلمة خطير means معناها safe آمن، healthy صحي، strong قوي، unsafe غير آمن طبعا unsafe لأن الحاجة dangerous بنقول عليها unsafe، يبقى دي بتساويها. the antonym of the word outside، طب ما antonym خدناها كذا مرة بقى، مضاد أو عكس كلمة outside اللي هي خارج، عكسها ايه inside بالداخل، far بعيد، beside بجوار، kind طيب طبعا وضحت inside. the prefix البداية يعني حاجة بتتحط في الاول، form the opposite of the word kind، يعني ايه اللي ينفع نضيفه قبل كلمة kind دي اللي هي طيب، يعني ايه اللي ينفع يجي هنا في الاول. il kind en ولا ir ولا un، طبعا عندنا احنا كلمة kind عكسها ايه unkind غير طيب. we add the suffix العكس بقى في الاخر to form the adjective from the word danger، الصفة من كلمة danger اللي هي خطر، danger دي noun عايز اقول خطير بقى، اضيف لها ايه في الاخر os las nss er طبعا os عشان تبقى ايه dangerous اللي هي خطير. kind people help animals، الناس الطيبين بيساعدوا الحيوانات. the word kind كلمة طيب had the same meaning of نفس معنى friendly، ودود unkind غير طيب، safe آمن inside بالداخل. طبعا كلمة kind لها نفس معنى كلمة مين بالظبط، كلمة kind هي هي كلمة friendly اللي هي ودود ولا غير طيب ولا آمن ولا بالداخل. بعد كده عندي بقى 89 we should احنا لازم our school rules، school rules دي اللي هي قواعد المدرسة، قواعد المدرسية يعني. to learn and enjoy عشان نتعلم ونستمتع، fill يملأ، follow يتبع، fight يقاتل، fire يطرد طبعا we should follow احنا لازم نتبع القواعد المدرسية. reading stories is an interesting to learn a new vocab، يبقى قراءة القصص يعتبر interesting. rain مطر، door باب، way طريق، كانو زورك طبعا is an interesting قراءة القصص interesting way يعني طريقة رائعة. some children in Egypt بعض الأطفال في مصر to school. recycle، recycle دي يعني يعيد تدوير أو يعيد تصنيع، يعني إيه يعيد تصنيع؟ يعني عندنا مثلا الأكياس القديمة ناخدها نعمل منها حاجة تاني. cycle بيركبوا دراجة جاي من bicycle يعني go by bike. swim يسبح، guess يخمن، يبقى طبعا عندنا طلبة كتير في مصر بتروح cycle بالدراجة. you can move over snow and ice easily by، إيه اللي ممكن يمشي فوق السنو والآيس؟
تاكسي اكيد لا، الباص الاتوبيس لا، سنوموبيل الدراجه الجليديه ولا الكانو الزورق اللي هو القارب الضيق طبعا عندنا اللي في امريكا، السنوموبيل خدناها بدرس القراءه، بنس الاقلام، نوت بوكس الكراسات، ان بوكس ار سكول، يونيفورم زي رولز قواعد، اوبجكتس اشياء، سبجكتس مواد دراسيه طبعا الحاجات دي كلها بنسميها اوبجكتس اشياء. ماي سكول is a white shirt، تيشيرت ابيض and blue pants وبنطلون ازرق، rule يعني قاعده، uniform زي مدرسي، form استماره، picture صوره طبعا my school uniform زي المدرسي. we never unkind things to other students مع الطلبه الاخرين، يبقى we never a talk نتحدث، say عمرنا ابدا ما نقول حاجات مش حلوه، speak يتحدث، say يرى، يبقى طبعا we never say unkind things عمرنا ابدا ما نقول حاجات unkind. Sometimes أحيانا when it's a lot the water is dangerous and we can't arrive at school in time، لما بتمطر يبقى when it rains قطارات، reads يقرأ، rains تمطر، runs يجري طبعا، when it rains لما بتمطر كثيرا بتبقى الحركة صعبة. the from Cairo to Aswan من القاهرة لأسوان takes about 10 hours خد 10 ساعات، journey اللي هي الرحلة الطويلة، case يعني الحالة، rule القاعدة، view المنظر طبعا، الجيرني. number 10 passes cars trains and motor bikes اتوبيس والسيارة والقطار والدراجة البخارية الموتوسيكل يعني are forms of وسائل clothes ملابس transport نقل subjects مواد energy طاقة لا طبعا دي كلها transport. you can know a lot about different تستطيع ان تتعلم الكثير عن different of countries using the internet باستخدام الانترنت، cultures ثقافات، babies اطفال صغار، toilets حمام، rooms حجرة، هنتعلم عن الديفرنت ايه بقى cultures يعني ايه cultures اللي هي الثقافات بتاعة الدول المختلفة من خلال الانترنت. page 90 a is a small narrow boat، narrow دي يعني ضيق وboat يعني قارب، قارب صغير وضيق، for one or two people بيشيل واحد او اتنين بس، ship السفينة لا ده السفينة دي بتشيل ياما، ferry معدية، كانو زورق ضيق، yacht اللي هو اليخت طبعا ده اللي بيشيل ناس قليلة، الكانو. A is a vehicle عبارة عن مركبة، مركبة يعني وسيلة نقل، that you can drive on snow بتمشي على السنو، حليناها من شوية، cart العربية الكارت الكارو، بايسيكل الدراجة، كانو الزورق، سنوموبيل الدراجة اللي هي الجليدية بقى طبعا سنوموبيل. The children travel to school a snowmobile when it snows السنوموبيل ياخد ايه of in at on طبعا السنوموبيل بياخد حرف الجر on a snowmobile. How long does it to finish your work تأخذ give have take توك طبعا يأخذ أو يستغرق اسمها take to مصدر. by cycling to school لما تركب الدراجة للمدرسة students can always arrive time يصل في الوقت المحدد into time on time from time about time طبعا arrive on time يعني on time على بعضها كلها سنقولة في الوقت المحدد. بعد كده عندي بقى 93 على الايه على اللانجوج على القواعد الابوستروفي اس درس حلو جدا. my mother wants to buy meat ماما عايزه لحمه so she went to the راحت فين احنا بقى عايزين نقول هنا ايه اللحمه من عند الجزار محل الجزار تمام butcher اللي هو الجزار بس butchers محل الجزاره butchers اللي هو جامع جزارين و poachers دي الابوستروف اس بعد الاس لما يكون الكلمة اصلا اخرها اس وهي هنا مش اخرها اس هو جزار يعني poacher يبقى محل الجزارة اللي هو poachers بس دي كده. what's your favorite subject she likes science بتحب العلوم جايب كلمة sister هو عايز يقول مادة اختك المفضلة هي كلمة اخت بالانجليزي يعني sister اجي اضيف لها ابوستروف اس عادي اهو انا عايز الشكل ده كده دلوقتي. What's your sister's favorite subject مادتها هي المفضلة جايب لي sister بس أخت لا sisters إخوات لا أدي sister طب دي sisters دي معناها إخوات كتير هو بيسأل عن واحدة بس لأن قال هنا إيه قال she ما قالش زي تمام يبقى هنا نختار sisters اللي هي الاختيار رقم C ركز معايا شوي the are Judy and Ola
جودي وعليا دول جامعة، تمام. فانا هو جايب كلمة جيرل نيم، عايز اقول اسماء البنات. طيب هي كلمة بنت اصلا يعني جيرل؟ بالراحة بقى معايا ركز، ينفع اقول اسم البنت جودي وعليا ولا اسم البنات؟ حلو، البنات. البنات بالانجليزي يعني جيرلز. طب وانا لما يكون الكلمة اصلا خلاص انا هي اخرها اسم، بضيف لها فاصلة عليا فقط، يبقى انا عايز الشكل ده كده اللي هو جيرلس واخرها فاصلة عليا. تعال نشوف بقى جيرلس نيمز، هنا مفيش ابوسترفي خالص، مش هتنفع. جيرلس نيمز، اه اهو الشكل جه، اسماء البنات. طيب جيرلس نيمز اسم البنات، اسم لا، جيرل نيمز هنا مفيش ابوسترفي خالص، لا، يبقى الاختيار رقم بي. This is the bag she likes it very much، بتحبه جدا، وجايب كلمة جيرل وجايب شي هوت، يبقى شنطة البنت، بنت يعني جيرل، يبقى انا عايز الشكل ده عادي خالص اهو. جيرلس دي معناها كده بنات، لا جيرلس اهو، يبقى ده برضه هنختار رقم ايه؟ برضه بي. وطبعا مديني جيرلس دي بنات، وجيرل اللي هي بنت واحدة بس مش ضايف لها ابوسترفي، ناقص ابوسترفي. These are my jackets، they go to the same schools، اه هما بيروحوا نفس المدرسة. وجايب كلمة أخ، عايزين نقول جواكت إخواتي. طيب أدي أخ يعني براذر، هو أخ واحد ولا أخوات؟ قال هم، يبقى أخواتي يبقى براذرز. نيجي نضيف بقى، هنعمل أبوستروفي فقط، أنا عايز الشكل ده كده. تعالى نشوف كده، براذر ده أخ واحد، براذرز إخوات بس من غير أبوستروفي، براذرز ده معناه أخ واحد برضه، يبقى براذرز اللي هو الاختيار دي. بعد كده عندي بيقول لي this dress نهى، هذا الدريس يخص نوع belonging، لا ده هي belong لها حرف جر بتاعها اصلا، belongs ناقص حرف جر، belong belongs to يخص او ينتمي، اسمها belongs to. They are not the notebooks، they are not the notebooks، هم مش كراسات الايه الاطفال. هي كلمة طفل اصلا يعني child، جماعة children. حلو، لما اجي اضيف عادي خالص انا عايز الشكل ده مفيش مشكلة. هنا children من غير apostrophe، لا childs، لا طبعا children اهو. هنا ده الشكل ده غلط، لان احنا اصلا هي children اخرها n، احط لها ازاي انا s وراها فاصلة عليا. Did you find the not key، لقيت مفتاح الباب. حلو قوي، حلو قوي. طب كلمة الباب دي مش بتفكركم بحاجة؟ اه قلنا احنا الجماد لا يضاف له apostrophe s، ما ينفعش اضيف للجماد، الباب جماد يبقى ما ينفعش، يبقى عندك دي فيها اس ما ينفعش، ولا دي ولا دي، يبقى نختار دور بس، دور كي، تمام. عامل زي مثلا لما اقول ايه، لما اقول مثلا رجل الترابيزه مثلا او رجل الكرسي تشير ليج، ما نضيفش حاجه. هوز باك از ذس، شنطه مين؟ اتس بنت اسمها دينا. طب ما دينا عادي، هي دينا اصلا اهو، اخرها ايه؟ اضيف لها ابوستروف اس عادي. تعال نشوف كده الاختيارات، دينا من غير ابوستروف، ادي ديناس اهو مفيش اي مشكله، انما دي دينات كده لا طبعا. هي بوت ا نيو، هو اشترى، جايب بقى كمبيوتر سكرين. حلو، يعني ايه كمبيوتر سكرين؟ شاشه الكمبيوتر. طب دي مش بتفكركم بحاجه؟ هو الكمبيوتر يعتبر ايه؟ جماد برضو، يبقى ما ينفعش اضيف للكمبيوتر. تعال نشوف كمبيوترز، لا الغي كمبيوترز، الغي كمبيوتر بس. اه ودي كمبيوترز برضو فيها اس، كمبيوترات، لا. هي بوت ا نيو كمبيوتر سكرين، اشترى شاشه جديده، ولا ضفنا للدور ولا ضفنا للكمبيوتر. واحد بقى يسألني سؤال كويس يقول لي طب الحيوان؟ طبعا احنا الحيوان ينفع نضيف له، مفيش مشكلة مع الحيوان خالص. تعالى كده شوف الحيوان، this tail is black، tail يعني ديل، وكات اللي جاي عندكم دي القطة. طب ماشي، عايز اقول ديل القطة، ادي قطة كات، اضيف لها اه عادي خالص، انا عايز الشكل ده كده. تعال نشوف كات، لا طبعا كاتس، اه دي كاتس دي قطط، وكاتس دي برضو قطط بس يعني مش منضاف لها، طيب يبقى كاتس تيل، ديل القطة. We will meet at 6 in the، هنتقابل الساعة 6 فين؟ في موقف السيارات. حلو خالص، موقف السيارة أو السيارات يعني أو أيا كان يعني. طب ماشي، ما السيارة غير عاقل، يبقى ما ينفعش أضيف. هنا كار بارك، حلو. هنا كارز، لا هنا كارز، هنا كار بارك راح يحط للبارك، لا طبعا، يبقى في الموقف كار بارك. I need to go to the to buy some bread، أجيب خبز. بيكرز اللي هو المخبز، هنا بيكرز خبازين، بيكر خباز واحد، بيكرز مجموعة كأنهم مجموعة من الخبازين، لا يبقى بيكرز بس اللي هو المخبز، لأن احنا قلنا الأبوستروف اس بتنضاف لبعض الأماكن تحولها لبعض الوظائف تتحول لمكان. This is my grandparents house، المنزل بتاع أجدادي، شايف هنا في اس ووراها اس تاني، لا مش هينفع، الأجداد عادي يعني، أنا هوت جراند بيرنت
تمام. يبقى انا عايز اقول منزل جدي، عادي اعمل كده ابوستروفي اس، ده بتاع جدي. My sister goes to a girl school، اختي بتروح مدرسة بنت، لا ده بنات، ادي بنات اهي، girls، واجي بعدها احط فاصلة عليا فقط. When does are these، they are عالس، بتوع عالي، احنا قلنا اللي بتسأل على الملكية بنسأل بكلمة مين، ملك من اللي هي مين، whose. It's Dalia's and عزس ruler، مصدر الداليا وعزة، احنا قلنا لما يكون في شخصين بنضيف للثاني فقط، يعني اسيب داليا زي ما هي واجي اقول and، واجي بقى عند عزة اهو اضيف لها apostrophe s. This is Ali's phone, it's new، شايفين عاملين علي ازاي، ادي علي وادي apostrophe s. بعد كده بيقول I fixed the car's engine، محرك السيارة، ادي car، تمام، اللي هي السيارة، واجي بعد كلمة car عادي خالص، طبعا احنا عندنا الكار السيارة، ينفع نضيف لها ولا ما ينفعش؟ مش هينفع، ليه؟ لانها جماد، خلاص هنسيبها زي ما هي كار، ونشيل كل الاسات اللي موجودة دي. We buy medicine at the chemist، احنا قلنا طبعا الصيدلية، هنيجي كده ونضيف apostrophe s. This is Hala's website، بنت اسمها هالة، ادي هالة واضيف لها apostrophe s عادي. Who is Ben is that it's Alice، ده هو دي معناها من، لا طبعا يبقى انا عايز ملك من اللي هي اسمها ايه، اسمها هوز. These are my brother sunglasses، نظارة اخويا، طب اخ يعني ايه brother، اجل brother اضيف له apostrophe s. بعد كده عندي هنا في 95 زي ما احنا متعودين تمرين على الدرس التالت والرابع، listen، سؤال استماع، خلي بالكوا بقى معايا انت المفروض تعمل ايه، تقرا السؤال وتسمعني، انا هقراه معاكوا دلوقتي. My school is from my house، يا ترى near far easy long، هتسمع بقى مني الليسن بعد شويه. I to school every morning، recycle cycle drive take، I at my school on time، drive arrive walk talk، it's to go to school by bike، تروح بالعجله، unhealthy good bad boring healthy، هسمعك وتعالى بقى عندنا هنا في التعليقات دلوقتي وانت بتسمع اكتب الاجابات الرمز، ويا ريت تكتب اسمك ومحافظتك علشان هننزل شكر ان شاء الله للناس كلها اللي شغاله وبتجاوب معايا. My school is far from my house، I cycle to school every morning، I cycle to school every morning، I arrive at my school on time، it's healthy to go to school by bike. هنشوف بقى مع بعض السؤال، الديالوج المحادثة. Summer and Aya are talking about how they go to school، ازاي بيروحوا المدرسة. How do you go to school، ازاي بتروح المدرسة. نقط and you، طب وانت. I usually go to school by bus، نقط because my school is far away، لان المدرسة بتاعتي بعيدة. يبقى واضح ان الاولاني كده مدرسته مش بعيدة عادية، يعني ممكن يقول I walk to school، انا بمشي، أو I go to school on foot، سيرا على الأقدام، كل ده يساوي on foot. أنا بروح بالباص. Not because my school is far away، إحنا قلنا كلمة لماذا اسمها هي سنة أولى، why، بنجاوب عليها because. Not it takes 50 minutes، يبقى بتاخد قد إيه، كام المدة اسمها how long، وآدي takes ده فعل مضارع أهو، هنجيب له does، والفعل it، يبقى how long does it take، كام المدة اللي انت ايه بتستغرقها، ممكن اقول له لكي تصل او ممكن ما اقولش عادي، how long does it take، الرحلة بتاخد قد ايه، وممكن ما كملش. Which is better، ايهما افضل، to go to school in the car or on the bus، ان انت تروح في السيارة ولا ان انت تروح في الباص، قال له حاجة it's faster than the bus، فعلا هو اسرع من الباص، يبقى هو هنا اختار مين، in the car، تمام، فهنا طبعا ممكن يقول له انت على صواب، you are right، you are right، يعني انت كلامك مظبوط، او I think so، انا اعتقد ذلك. بعد كده عندي سؤال اختيارات، it's important to follow the school، من المهم ان انت تتبع السكول ايه، rules اللي هي البقرة والدايرة، rules يلف، rails قطبان، rules اللي هي القواعد المدرسية. our school is not near، مدرستنا مش قريبة، يبقى it's ايه، طالما مش قريبة يبقى near، قريبة ولا small، صغيرة big ضخمة، far away طبعا far away اللي هي معناها بعيدة. The man washed there، الراجل غسل، عايزين نقول بقى سيارة الدكتور، تمام عادي هو دكتور اهو دكتور.
نضيف له اه عادي مفيش مشكلة، يبقى انا محتاج الشكل ده اللي هو دكتور زعادية خالص يعني. تعال نشوف كده، دكتور كار، الدكتور سيارة، طب ما لازم يضيف له الدكتور ابوستروفي اس، يبقى دي مش هتنفع. دكتور ذا كار ده الشكل ده تمام. كار دكتور يعني ايه؟ كار دكتور دي الدكتور سيارة؟ لا، كارز دكتور احنا اصلا ما ينفعش تحط للسيارة، يبقى دكتور ذا كار. بعد كده عندي هنا في 96 بيقول لي she used a to clean the wet table. table اللي هي الترابيزة، wet يعني مبللة عليها مية كده. form استمارة، towel فوطة، road اللي هو الطريق، ولا يستخدم كانو اللي هو الزورق الضيق اللي بيشيل one or two people، يبقى هو طبعا استخدم ايه هنا؟ استخدم الفوطة اللي هي towel. تو نقط means to ride a bicycle، تركب عجلة يعني. where يرتدي، cycle يركب دراجة، forget ينسى، remember يتذكر طبعا cycle. a snowmobile الدراجة الجليدية is one of the forms of، إحدى وسائل الجيرنس الرحلات الطويلة. subjects المواد الدراسية، transport النقل، rules قواعد طبعا transport اللي هي معناها وسيلة نقل. Miss Mona is Sarah's mother. Mother Sarah. Sarah's mother. Mother Sarah. عايزين نقول أم سارة. أم سارة. أدي سارة. أبوستروف إس عادي أهو. بعد كده بيقول لي This is not book. عايزين نقول كتاب فارس. هنا مديني أول واحدة، مديني فارس عادية خالص من غير أبوستروف ولا أي حاجة. طبعا دي كده المفروض إن إحنا نستبعدها. فارس أصلا آخره إس، فحط له ابوستروف اس ومره مش حط له. طيب احنا لما يكون اسم اخره اس زي فارس ده كده، او انس، او بنت اسمها شمس، بنعمل ايه بقى؟ قال لما يكون اسم شخص اخره اس، انت هنا عندك حلين، يا تحط فاصلة عليا فقط، يا تحط فاصلة عليا فقط ووراها ابوستروف، يعني ينفع الاتنين، يعني دي صح ودي صح عشان هو اصلا اخره اس. The canoe, the children to school and home again every day. الكانو بقى takes بيأخذ، forget ينسى، dives يغوص، tells يخبر طبعا، takes اللي هي يأخذ. I hope you have a nice journey، أتمنى لك رحلة. dangerous خطيرة، difficult صعبة، hot حارة، safe آمنة، حدش هيتمنى لحد حاجة رحلة من ده كله غير رحلة safe آمنة. This is علي bag، هذه حقيبة علي، فأنا المفروض إن أنا هعمل كده وأقول عالز. That is the school's bell، ده جرس المدرسة، يبقى that is the المدرسة جماد مش هنضيف لها حاجة، يبقى نسيبها زي ما هي school. These are my sister's shoes, her name is Hoda. خلي بالك من كلمة her name، اسمها، يبقى واحدة بس، يبقى انا هكتب كلمة sister عادي خالص، ادي كلمة sister واضيف لها apostrophe s مش بعد الاس، لان لو بعد الاس تبقى بنات اخوات يعني. This bike belongs of ماهر، احنا قلنا belong بتاخد حرف الجر مين؟ to. بعد كده بيقول لي اكتب عن how children go to school، ازاي الطلبة تروح في المدرسة، وده متجاوب في نهاية اليونت، ودي اخر جزئية في 3 and 4 في الدرس التالت والرابع. دلوقتي هننتقل ل 98 lesson 5 and 6 الدرس الخامس والسادس صفحة 98. We add the suffix، احنا قلنا suffix اللي هي نهاية، حاجة بتيجي في الآخر. To form the adjective of the word friend، عشان تكون صفة من كلمة friend. less ed ly ing طبعا friend اللي ينفع نضيفها في الآخر friendly عشان تبقى ايه بقى؟ ودود كلها على بعضها. the prefix اللي هي البادئة. give the opposite of friendly، عكس friendly بقى، يعني نجيب ايه قدام friendly؟ un il ir im طبعا un عشان تبقى unfriendly. the antonym of the word come is مضاد كلمة come يعني يأتي، واحد بيجي والتاني ايه؟ يغادر. where يرتدي، learn يتعلم، correct يصح، leave يغادر، يبقى طبعا نشتغل على كلمة leave اللي هي معناها يغادر. the synonym of the word correct is مرادف، كلمة correct اللي هي يصحح، مرادفها incorrect، لا دي عكسها dangerous خطير، safe امن right اللي هو صواب او صحيح، يبقى طبعا مين هنا؟ right. I put on my school uniform at 7، لبست زي الساعة 7. the word put on means، كلمة put on، أنا قلت put on معناها يرتدي، ده expression،
ليف يغادر، كام يأتي، وير يرتدي، تيك أوف تقلع الطائرة ويخلع ملابسه. يبقى طبعا كلمة وير تساوي بوت أون اللي معناها يرتدي. بعد كده عندي هنا صفحة 102 102. I sent a to my cousin on his birthday. في عيد ميلاده بعت له مسج، رسالة، grade صف دراسي، view منظر، listen درس طبعا مسج. The High Dam is a very important band فرقة موسيقية، project مشروع كبير، meal وجبة، flag اللي معناها علم طبعا السد العالي project. Pupils in my school must الطلبة في المدرسة لازم on their school uniform every day زي المدرسة كل يوم. Take on bought on make on took on انا قلت لكم لسه ده تركيب مهم ناخد بالنا بقى منه بقى. يرتدي اسمه bought on اللي هو بيساوي wear، ركز عليه عشان الحاجات دي بتتنسى. What are you in؟ I am in prep 1 انا في الصف الاول الاعدادي. Age ما العمر، grade الصف الدراسي، color اللون، school المدرسة طبعا. What grade are you in؟ بعد كده بيقولي Are you at computer studies؟ Yes I am not bad at أنا مش سيء فيه. Are you bad؟ هل أنت سيء؟ Are you good؟ Are you busy؟ Are you easy؟ طبعا هل أنت جيد يبقى Are you good at؟ هل أنت جيد في الحاسب الآلي. Can you me the time please؟ Can you say؟ يقول، speak يتحدث، tell يخبر، reply يرد طبعا Can you tell me the time؟ My brother is short for a basketball player. Quiet معناه هادي. Quit ينسحب. Quiet دي إلى حد ما. وكوت اللي هو إيه؟ عبارة مختصرة أو جملة من موضوع. اللي هي quotation. يبقى my brother is quite short إلى حد ما. ودي بيجي بعدها صفة. إنما دي أصلا صفة. معناه هادئ. We often. إحنا غالبا sometime. Shopping at the weekend. Go shopping. Make shopping. Give shopping. Lead يقود. طبعا يذهب للتسوق اسمها go shopping. انما لو قال لي the shopping خلي بالك لو shopping سبقت بذا هقولي بقى do the shopping. تمام طالما ما فيش فاصل خلاص على طول يبقى انت تشتغل على كلمة مين go shopping. Breakfast الفطار، lunch الغداء، and not our meals والdinner العشاء، dessert طبق الحلو، drones اللي هو الانسان اللي قال الطيارة من غير طيار، ودامز اللي هو السد طبعا dinner العشاء. I asked my friend سألت صديقي but he didn't separate يفصل، reply يرد، put يضع، show يبين طبعا he didn't reply لم يجيب. He is 14 years old عنده 14 so he goes to not school preparatory اعدادي، primary ابتدائي، kindergarten الحضانة، secondary ثانوي طبعا طالما عنده 14 يبقى في الاعدادي. We all like Dr. Amir كلنا بنحب الدكتور امير. Because he is kind and طيب و unkind friendly impatient غير صبور جريد طماع طبعا kind و friendly. Our an is a simple message رسالة sent through the internet تبعت من خلال الانترنت. Project المشروع، card البطاقة، email البريد الإلكتروني، calendar اللي هو التقويم. رسالة ما تتبعت من خلال الانترنت طبعا ده اللي هو الايميل. He works computers. He is a computer engineer. شغال في مجال الكمبيوتر لأنه مهندس كمبيوتر. يعمل بقى في المجال ده اسمه works for, on, with, from طبعا works with computers. I usually finish an email with. Finish يعني بنهي الإيميل بكلمة hi. ده hi دي في الأول وhello ودير في الأول. Best wishes أطيب الأمنيات طبعا. I like music بحب الموسيقى but I am not very good not it مش جيد فيها. Good for يعني مفيد لي. Good on good in good at مش جيد فيها طبعا يبقى I am not very good at it. بعد كده عندي بقى 104 104. Dialogue Rania asks Muhab about her favorite subject عن مادتها المفضلة. What's your favorite subject ما هي مادتك المفضلة لسه مش باينة. Because I like reading English short stories. بحب أقرأ قصص بالإنجليزي القصيرة. Mr. Sammy teaches us English this year. اللي بيدينا Mr. Sammy. وضحت المادة كده؟ وضحت. اتكررت مرتين اهو. اتكررت هنا واتكررت هنا. يبقى What's your favorite subject؟ ممكن أقول My favorite subject is English. وممكن أقول على طول It's English. عادي خالص مفيش مشكلة. وممكن أقول English بس. مفيش مشاكل خالص.
بيكوز يعني لأنني بحب قراءة القصص. يبقى لماذا؟ لماذا يعني ايه واي؟ خدناها كذا مرة النهاردة. سؤال تاني، مستر سامي هو اللي بيدرس لنا، يبقى من؟ من يعني هو، وطالما هو بتزل عن الفعل شيل الفعل بس واكمل عادي. هو teaches us، لا بيدرس لكم بقى، يبقى هو teaches you English. مين اللي بيديكوا English this year او English وخلاص؟ How often do you study it؟ كم مرة بتدرسوا؟ احنا قلنا how often بنجاوب ايه؟ always، sometimes، once، twice. كم مرة بتاخدوه في الأسبوع مثلا؟ ممكن أقول twice a week، مرتين فين؟ في الأسبوع. Have a nice day، أتمنى لك يوم رائع. لما حد يقول لك أتمنى لك يوم رائع تعمل له إيه؟ هنشكره، هنقول له إيه؟ thank you. بعد كده عندي هنا بقى إيه التمرين على الدرس الخامس والسادس، lesson 5 and 6. بنبدأ بسؤال الليسن اللي هو سؤال الاستماع، وسؤال الليسن احنا اتدربنا عليه. هقولك بسرعة كده، أميرة is 12 اللي هي 12، على مدينة 13 و 14 13 14 12 16، يبقى طبعا 12 تمام. She is from هرجادة، هي من هرجادة. Where is she from؟ كايرو، هرجادة، لوكسور، جيزة، طبعا هرجادة. أميرة is in the prep school، مدرسة الإعدادية. أميرة is at 1، يبقى طبعا في البريب. أميرة likes، هي تحب science and math، علوم ورياضة. English and art، math and Arabic، science and sports، science and math. يبقى بتحب science and math اللي هي العلوم والإيه والرياضة. بعد كده عندي بقى الديالوج، تعال نشوف الديالوج كده المحادثة مع بعض. نسمة and Reem go to the school library، راحوا المكتبة. When will we start doing our research، هنعمل البحث امتى؟ نقط، قالت لها during the break. great، رائع، اثناء البريك. يبقى هنا جاوبت، قالت لها هي، قالت لها during the break. سألتها سؤال، قالت لها in the school library، في مكتبة المدرسة. يبقى where، اين، مثلا will we do، اين سوف نفعل our research، طب هنعمله فين؟ يبقى سألتها عن المكان، وبعد كده ايه هنعمله فين، يعني في اي ايه، في اي منطقة. يبقى where we do will we do our research، اين سوف نقوم بالبحث. قالت لها in the school library. not، of course I am ready، طبعا انا جاهزة. of course بتساوي yes، I am دي بتحول ل are على طول. are you، are you ready، انت جاهزة، طبعا انا جاهزة. قالت لها is it easy to find books we need، هيبقى سهل نلاقي الكتب اللي احنا محتاجينها؟ ممكن نقول sure، طبعا، او yes it is. who will help us there، طب وفي حد هناك هيساعدنا؟ طبعا ممكن اقول the teacher، امين المكتبة اللي هو اسمه librarian، عادي خالص ممكن اقول librarian. لو انا مش هعرف اكتب librarian ممكن اكتب ايه، اقول the teacher. where has the same meaning as not on، كلمة where يرتدي ليها نفس معنى حاجة on، معنى give on، hold on، put on، sit on، قلناها تلات مرات النهاردة. put on اللي هي معناها يرتدي. the Egyptian has three colors and an eagle، في تلات ألوان وإيجل اللي هي نسر. مين اللي في تلات ألوان ونسر؟ band الفرقة الموسيقية، flag العلم، map الخريطة، desert الصحراء، طبعا الفلاج اللي هو الايه العلم. بعد كده 107 I always my homework before I have dinner، يعمل الواجب بقى. كلمة homework دي مشهورة، بتاخد ايه بقى؟ بتاخد take homework، do homework، make، have، طبعا يعمل واجب اللي هي do homework. we use a comma to between items in a list، عشان نفصل عناصر عن بعضها. put on يرتدي، separate يفصل، leave يغادر، take off تخلع، طبعا we use comma to separate. separate اللي هي معناها ايه؟ معناها يفصل. يبقى احنا بنستخدم الكما عشان نفصل الحاجات عن بعضها. my mother often، والدتي غالبا، shopping at the weekend، خدنا كلمة shopping بتاخد ايه بقى؟ take shopping، make shopping، go shopping، has shopping، يذهب للتسوق اسمها go shopping. he sent me a message، بعت لي رسالة، and he is waiting why not now، مستني مني الفلاج العلم، reply الرد، great صف دراسي، happy هواية، مستني مني reply اللي هو مستني مني الايه الرد بتاعي.
in hot weather في الطقس الحار we should a shower ياخد دوش take a shower have a shower do a shower make a shower طبعا have a shower خلي بالك دي مش take دي take يتحدث إنما لو كانت take صح يعني ممكن أقول take a shower وممكن أقول have a shower what time do you not up at 6 a.m. الساعة 6 الصبح wake up walk up wait up talk up طبعا wake up اللي هي إيه يوقظ we play football every Friday كل يوم جمعة كرة قدم it's our weekly routine ده الروتين بتاعنا ever أبدا always دائما never عمرنا أبدا sometimes أحيانا بيقولك الروتين الأسبوعي يبقى احنا دايما always ذا is وليد the boy's name the boy's name boy's name boy name طيب هو عايز يقول اسم الولد ولد يعني boy أضيف له apostrophe s يبقى عامل كده يبقى the boy's name بس الشكل ده اللي هو b o y apostrophe s وده هنلاقيه موجود عندنا في رقم كام في رقم b correct no he ever does his homework after breakfast مش عايز اسمها he ever المفروض اقول هو ابدا he never what subjects do they study طب ما احنا قلنا ان اي جمله فيها do لازم الفعل يكون في المصدر هي do does كده و don't do doesn't where are you come from انا عندي هنا مصدر اهو موجود يبقى do يا does اليو تاخد do يبقى where do you come from انما لو قال لي where are you from صح لو ما فيش come he don't go swimming on mondays مش هيذهب للسباحه يوم الاثنين طب ما انا اللي هي بتتنفى بايه اللي هي بتتنفى ب doesn't يبقى he doesn't بعد كده بيقول لك اكتب عن a day in your life يوم في حياتك وده متجاوب في نهاية اليونت بعد كده عندي هنا 112 اختبارات بقى من المحافظات what time do you come from school ايه الوقت اللي انت بتيجي فيه من المدرسة كلمة طبعا home ومديني at home و on home و to home هم بتاخدش حرف جر يصل على طول come home when we hear that during break لما بنسمع النقط we go to our classroom بنروح الفصل ماتش المباراة بيل الجرس ميوزك الموسيقى بيردس الطيور طبعا when we hear the bell لما بنسمع الجرس pupils wear school الطلاب يلبسوا school uniforms زي form استمارة reform إعادة تصنيع performance أداء طبعا لما بيلبسوا اليونيفورم اللي هو زي الايه المدرسي how do you go to the club once a week مرة في الأسبوع how many كم العدد how much كم الكمية how often كم مرة how long كم طول المدة احنا قلنا في once أو twice يبقى كم عدد المرات how often for homework we often read books from the بنقرأ الكتب منين laboratory المعمل house المنزل playground الملعب library المكتب لما بنيجي نعمل أو المكتبة سوري نعمل واجب عادي ممكن نعمله من library this is your book please give it to her ده كتاب أختك أخت يعني sister هي أخت واحدة خلاص حط لها apostrophe s دي سيستر من غير دي جمع سيستر وهي سيسترز اللي هي رقم سي انما الاخيره بنات بقى هو هنا بيقول هير يعني واحده بس we learn how to count in the not lesson count يعني يعد ويحسب فين بقى بنعد فين في الانجليش في الانجليش ولا في الساينس ولا في الماث ولا في الارت الرسم طبعا بنعد في الماث Sarah is in not 6 at school age عمر mark علامه grade صف هابي هواية طبعا in grade 6 في الصف السادس بعد كده بيقول لي A is a place where we do sports at school بنمارس رياضة water wheel اللي هي الساقية fair عادل fun fair مدينة الملاهي playground الملعب بنمارس رياضة في playground during a snack lesson we learn about countries بناخد البلاد and the weather والطقس history في التاريخ math الرياضة social studies الدراسات religion الدين طالما قال لي بلاد وقال لي طقس يبقى social studies الدراسات الاجتماعية I usually get up at quarter to seven بقوم الساعة 7 إلا ربع at a school day اللي هو هنا طبعا عايز يقول لي فيه أثناء اليوم الدراسي يبقى on a school day good students always come late to school الطلاب الجيدين دايما بيجوا متأخر لا مش دايما بيجوا بتأخر دول never يبقى انا مفروض always دي كده اخليها never وادي come this is my sister dress ده فستان اختي طب اختي المفروض اضيف لها عادي يبقى مفروض اقول sisters
بعد كده بيقول لي مريم likes English so she never reads English stories، قصص بالإنجليزي، يبقى طالما بتحب يبقى دايما always. Where is أحمد and Ali's classroom؟ فين فصل أحمد وعلي؟ يبقى أنا هبدأ بأحمد في الأول and Ali's classroom. ماهر always is busy on school days، مشغول أيام أو أثناء اليوم الدراسي، يبقى is always. بعد كده بيقول لي سامي is a student at a boys school، في مدرسة ولد ولا ولاد؟ ولاد. يبقى أنا هجمع كلمة boy أقول boys وأحط لها فصلة عليا فقط. Polite boys الأولاد المؤدبين are usually rude، دائما وقحين. لا طبعا، يعني البولايت بويز الولاد اللي هم البولايت المؤدبين never عمرهم أبدا ما بيكونوا وقحين. How often do you get up؟ قال لي always، طالما قلنا always اسمها how often مش how long، كم عدد المرات. بعد كده بيقول the teacher's name is Mr. عادل، اسم الأستاذ، طب الأستاذ هو teacher، عادي هو مدرس واحد، تمام، أضيف له apostrophe S تبقى بالشكل ده. بعد كده عندي هنا بقى في 113 113 اختبار شامل بقى على الايه، على الوحدة التانية. أكيو lives in، طبعا ده استماع سامحكم. أكيو lives in نيروبي، عايشة في نيروبي. Her parents drive her to school، والدين بياخدوها للمدرسة. Akeyo's school is far away، بعيدة. Akeyo goes to the بتروح library to read، عشان تقرأ. Akeyo lives in Nairobi، Cairo، Paris، Rome، طبعا قلنا عايشة فين، في نيروبي. Her not drive her to school، brothers، uncle، sister، parents اللي بياخدوها المدرسة، الوالدين. بعد كده بيقول Akeyo's school is near، far away، not remote، difficult، يبقى طبعا far away. Akeyo goes to the not to read، بتروح البلاي جراوند، البوك شوب، الكلاب، اللايبري، عشان تقرا، طبعا يبقى اللايبري اللي هي الايه، المكتبة. يلا نشوف بقى الديالوج مع بعض المحادثة. Summer and Aya are talking about how they go to school، ازاي بيروحوا المدرسة. How do you go to school، ازاي بتروح المدرسة. Not and you، طب وانت، يبقى I go to school، انا اذهب الى المدرسة by مثلا car. Not why do you usually go by bus، قال له وانت، يبقى انا هنا المفروض ان هقول له ايه، I go by bus. قال له اشمعنى الباص، قال له حاجة، قال له حاجة تانية، قال له takes 50 minutes to get to school، يبقى ممكن اقول له انها بعيدة because my school، المدرسة بتاعتي، is far away. بعد كده سؤال اجابته بناخد 50 دقيقة، خدناها كامل مدة. How long، وادي takes هجيب له does، والفعل it، والمصدر take، يبقى how long does it take to get there، عشان اصل لهناك. نقط I think it's better to go by car، انا من وجهة نظري السيارة افضل. قال له I agree with you، يبقى ايهما افضل. فانا ممكن اقول which is موجود اهي، better، ايهما افضل من وجهة نظرك، مين الافضل، to go to school، تروح المدرسة، ايهما افضل بقى، by car or by bus، تروح بالكار ولا بالباص. قال له طبعا اروح بالكار. بعد كده القطعة. ام ندى I live in Hurghada by the Red Sea، by يعني بجوار او بطلع البحر. لا I'm in prep 1 في أولى إعدادي. My favorite subjects، موادي، are science and home economics. I اللي هيتعود على مين، على ندى، have science and، عندي علوم وإيه تاني، 114 science and math، ورياضة، in the first lesson every day، أول حصة. But I only have home economics، باخد اقتصاد on Tuesday يوم التلات. I always do my homework before I have dinner، قبل ما اتعشى. I usually have light dinner، بتناول عشاء خفيف. A cheese sandwich، سندويتش جبنة، or some vegetables. I usually have a shower، باخد دوش، and surf the internet، وبتصفح الانترنت on my mobile phone. I sleep at 10 p.m. بنام الساعة 10.
But before sleeping, قبل النوم, I prepare my uniform. بجهز الزي المدرسي and my school bag. والشنطة بتاعت المدرسة. Nada goes to bed. Nada بتروح تنام. الساعة كام؟ هنا بقى تعال نشوف الاختيارات. مديني 10 AM 10 الصبح. 12 PM 10 PM 1 AM طبعا AM صباحا و PM مساء. هي بتنام 10 مساء. Nada does her homework. She has dinner. بتعمل الواجب. امتى بالنسبة للعشاء؟ إن في وقته before قبله after بعده next قبل التالي لا طبعا before قبل. The underlined word by كلمة by had the same meaning as لما قال لي by the red sea above فوق البحر الأحمر under تحت next to بجوار ولا far away بعيدا طبعا next to بجوار. بعد كده عندي بقى بيقول لي what does the underlined pronoun I refer to ركز معي I دي refer to يعني تشير إلى وإنها كتير خالص. I دي بتشير لإيه؟ طبعا بتشير لندى. بعد كده بيقول لي give a suitable title for the basic عايزين عنوان مناسب للقطعة أكيد لازم طالما في عنوان هنكتب ندى. طب ندى بتتكلم عن إيه؟ عن الروتين بتاعها يبقى ممكن أقول ندى's routine. Why do you think that ندى's mobile phone is useful؟ إيه أهمية موبايل ندى من وجهة نظرك؟ هي قالت فوق إن إحنا بتصفح الإنترنت يبقى ممكن أقول to serve the internet لكي يتصفح الإنترنت. Vocab and structure. A is a small narrow boat قارب صغير for one or two people واحد أو اتنين. Bicycle الدراجة. Motorbike الموتوسيكل. كانو الزورق. Snowmobile الدراجة الجليدية طبعا ده كانو. سما happy when she meets her friends بتبقى مبسوطة لما تشوف أصحابها. سما R سما تاخد R ازاي ده اختيار مستبعد خالص. سما is always دائما always is دي مش مترتبة لان verb to be بيجي قبل ظروف التكرار. طيب always بس كده لا طبعا يبقى لازم احط فعل سما is always طالما عندي صفة. It's healthy to not to school من الصح ان انت اي cycle تركب دراجة. Use يستخدم recycle يعيد تصنيع. رين تمطر طبعا cycle يعني تروح بالايه بالدراجة. The not room is over there هناك. They always sit in it هم دايما بيجلسوا فيها. يبقى انا عايز اقول غرفة مين المدرس ولا المدرسين؟ مدرسين. مدرسين يعني teachers دفلها فصل عليا تبقى بالشكل ده. دي كده مدرسين مش غرفة المدرس. teachers بس لا teachers دي مدرس واحد انما انا عايز اقول مدرسين يبقى teachers اللي هي دي apostrophe s. بعد كده عندي 115 this is the طبعا عايز اقول ملعب المدرسة طبعا كلمة المدرسة مش هينفع نضيف. school playground هنا مفيش اضافات. schools لا ما ينفعش. schools فيه برضو وهنا school playground حط للملعب برضو لا ليه لان المدرسة تعتبر جماد. my village is far from the city center. q يعني صف. quit ينسحب. quiet الى حد ما وquiet دي معناها هادي خلي بالك عشان ما تتلخبطش يبقى دي الى حد ما عشان وراها far. far دي صفة بعيد يبقى دي بيجي وراها صفة انما دي اصلا صفة هادي. We use a question mark. A question mark اللي هي علامة الاستفهام. Add the note of question. First في بداية السؤال. Left في الشمال. End في النهاية. Top في القمة. طبعا في الاند. بعد كده رقم 8 بيقول لي We go to the in science lesson. في حصص العلوم بنروح الجاردن الحديقة. Lab المعمل. Park club طبعا بنروح اللاب في حصص الساينس العلوم. Reading and painting القراءة والرسم are my favorite. Sports رياضة. Language لغات. Subject مواد. Hobbies هوايات الرسم أو القراءة والرسم دول يعتبروا أو يندرجوا أكتر تحت الهوايات لأن دي هواية. Mona is good English أنا عندي خلي بالكم من كلمة good دي. Good at يعني جيد فيه. يجي بعدها اسم أو verb زي ده يعني مثلا good at playing football أو good at football إنما good for مفيد لي يعني مثلا أقول حاجة أكلة معينة good for the body. هنا أنا عايز أقول منى جيدة في الإنجليش يبقى good at ولا good in ولا good for ولا good on طبعا good at. Who is book is this أنا عايز أقول كتاب مين ملك من اللي هي whose. She works in a famous chemist هي شغالة في صيدلية مشهورة يبقى صيدلية أكتب chemist عادي وأضيف لها apostrophe s. The girls' names are Sarah and Tua. طيب أسماء البنات أنا أكتب كلمة بنت أهو.
جامع بنت girls لأن هما جامع، واجي بعدها واضيف فصل عليا فقط. Let's goes to the summer camp للمعسكر الصيفي. Let's بيجي بعدها المصدر يبقى let's go. بعد كده عندي writing a day with your family، يوم مع عائلتك، وده متجاوب في نهاية اليونت. وبكده نكون وصلنا لنهاية يونت 1. اللي عنده اي نهاية يونت 2 سوري، اللي عنده اي مشكلة اكتب لنا في الكومنتس. انتظرونا ان شاء الله في يونت 3 ومراجعة شهر اكتوبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.